سنة 2013. أيوه. حضرتك كنت عضو في لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري. بالضبط. كيف اكتسبت هذه التجربة؟ أنا تفوجئت لأن أنا سمعت اسمي في الإذاعة زي الناس يعني، وكان فيه نداء ورغبة في أن يتعمل دستور جديد، فحصل اختيار للجنة بشكل ديمقراطي جدا، لأن هم بعتوا كل النقابات والتجمعات قانونية أو رياضية أو اجتماعية أو كده يرشحوا ناس، فحصل اختيار لمجموعة من المثقفين والفنانين. فكانت تجربة مثيرة جدا، لأن من خلال هذه اللجنة، لأن احنا اشتغلنا تقريبا 20 ساعة في اليوم تقريبا، يعني من 10 إلى 20 ساعة يوميا، وكنا كل يوم بنستضيف على الأقل 150 ل 200 شخص من الاتجاهات المختلفة، من أهل النوبة للصعيد لذوي الاحتياجات الخاصة للفلاحين، كل الطوائف. كنا بنعمل جلسات استماع، أنا كنت بساعد في تنظيمها، وبنقعد نعمل استماع لرغبات الناس وأحلامهم في الدستور الجديد. فأنا استفدت جدا جدا، لأن أنا قعدت من خلال المرحلة دي أستمع لناس، كانت حاجة تجربة مثيرة. وكان لحضرتك برضو تواجد في الجزيرة، جزيرة القصاية. بالضبط. وصلنا فيها لفين؟ هو طبعا الجزيرة دي كانت فصل مهم من حياتي. أيوه. هيجي بقى في الجزء الثاني من المذكرات إن شاء الله. فصل مهم من حياتي، لأن أنا عايش على الجزيرة ومرسمي هناك وعايش في وسط الناس. ف2007 فوجئنا بمنشور جاي للجزيرة يقول إن تم بيع أرض الجزيرة، وعلى الجمهور يعني أو الناس إخلاء الجزيرة والبحث عن بدائل يعني. فكانت مشكلة كبيرة جدا، وبدأنا إن إحنا ننتفض كأهل الجزيرة وندافع عن وجودنا. وأنا أيامها أنا كنت عايش في الجزيرة، واحد من 2001 عايشين في الجزيرة، لكن أهل الجزيرة بدأوا يلجأوا لي، أنت بتطلع في التلفزيون وفنان وليك كلمة، فتدافع عننا. وهم كانوا طالعين بقى ماسكين سنج وبتاع وحاجات كده، قلت لهم أنا ما لا أعرف أمسك سنج ولا أعرف أمسك شوم، لكن أعرف أعمل فن. أيوة. يعني فبدأنا حملة قوية جدا للدفاع عن الجزيرة بالفن. بدأت بأن أنا عملت فيلم تسجيلي، فيلم تسجيلي ده اتذاع في 150 قناة تلفزيونية على مستوى العالم، واتذاع بكثافة، واتكتب عنه في كل جرايد الدنيا يعني. وكان الفيلم اسمه زي السمك، وكان بيتكلم على ان الناس دي لو زي السمك لو طلعوا بره الجزيرة هيموتوا. كانت واستثمرنا بقى القصة دي، وعملنا كتير قوي من اللقاءات والاجتماعات في أماكن مختلفة. وكانت محصلتها إن تم يعني الاستجابة لرغبات الناس، ووقفوا تهجير الناس من الجزيرة. ولغاية الوقت احنا موجودين على الجزيرة، وده كان انتصار كبير تم بالفن.